ما حكم التسمي بالسلفي؟ اللهم أمرنا أن نتسمى بسلفي، ولا رسوله أمرنا بذلك، بل الله قال ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صراحة تسموا بما سماكم الله به، سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا وإذا كانت هذه التفرقة ستؤدي إلى شر وفساد وعصبية، فحينئذ تمنع تلك التسميات التي من شأنها أن تمزق الأمة. ولا أدري فارقا بين أنصار السنة وبين السلف، يقول لك أنا أنصاري والثاني يقول أنا سلفي والثالث يقول ما، يعني نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله، نتسمى بالمسلمين، ولا مانع أن نتعاون جميعا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من غير عصبيات أو تحزبات.